قدوميها قبل كتقدر محمود علي سلبان رمى حوري سيجارة في إيريا الكسي هي هوتيل كبلاس هي مقالة برعو أيام مركو جوري سيكه الله عبا شوي المدوين كودن بيه كسو يري يي ضد كبرك عياش أي حروه كبحن مرت عبت كونو نقضى إسعاسين أما وحكي شيء جدا عن سلي يخب بارتون الحين أدبا نقح معه فيربر على بريد ما يقول إلهي بين بريد أحويان ويتران والله ما ضفيرك روا أبارتي أفاي نجاتك تي ويتران حسيا شيء وحميش تطلع تد أبارو بي ويتران وتد حولي كسر لبادي ويتران وأنا الكل كلي هنا تولو والبعي تاجي إن أنا نو أي دي بي سكام السماينو وممنوع أباري بين سمين ويني ومدحوينو كل واقعي كل ديدي وقلاو سيرو فلسطين وقعان لغو سو ساري إن الله سمينين أي دي بي كامس وإي دي باتدهد أي وطا وإنا دو قيد حنون لدي أينو إمكا تانا إنو حدا كادلين وحكياني أي دي بي يدي لغا سميهي ميلو آن بسقلو ديار سنين عافمادو ديار سنين دادلاي سوقو كانو وحي كالا عينو والو دوغا سيدا درتيد أنو حكومة دانا عمر كما حيستو إن أي دي بي يلا سبايو سد أي دي بي باة شريبا قالت وزارة دوايا قوصن سد حلاسنا سدي لوغا ساري لها أي دي بي كامس كلوغا ساري لها أيو نقول هاين تطط لا تشان قادو رتي واوي لا تشان قادو ما قادو بقول كيف سديد أي دي بي يدافر وي لا تشان قادو قار عصوبة لسمينة مجرين قار أي حكومة دو سوا سارتي وعصوبة لسمينة يا مجرين سيدا درتي لما تفري كرود ضد أبارو بيوتشر أو دو جيدو كام مدار كاكتيس شنية اللي حدا قف بادي كنا شنية اللي حدا كيوقف بكار أربع هستا واللوغي يعني مدة اللي حدا بلودا صوص أضنا راشين بالا صيني وحنا كتر سين حافظ هذا الصلاة وح الله لا وح كلام بالهنغوري كسما يستك حرام بي كده جد ماشي وده تحسوا حليه صدق كوني شن بقول قفبا صدق راح كوني يشن تاب بقوله وحبك كم تشرين وحبك كم تشرين وحلا إلهي إنك بقضى بلاياها ينوص صادننا بلايا دي هربوا والله يا ابو صدي الى هي عرب كانوا واقلين وينو قاضيا والقفل هو الهه قوفوفتك هل كان عيد كلو حكا ويديسنيسو تكون كوان توبان وح كو دونيا نوع عين كاس ان لا كوان توبو ان لا كوان توبو وروا مي ددك يا وارت كل عدي وحي تاغت يانا خير مي غاسي ايا لا فوريليا مر عمانته وح قاته 700 اي 500 او قيس ayaa la siiyaa raashin billaah uu soo dhaco ay haydu bixiya waxaan ay u badan yihiin miyiga u badan yihiin kii shalay qaatay xabiiska iyo hor taagna kii qaatay kaarkan garanayo inuu kaarkii haysto ayaa hor taagnaa oo TV ga imanay runtii waa nasiib darro waa nasiib darro haduu arkay xoolo bilaash ah qof kala kaga xaq lahaa oo ah reer miy waa dugay kuni yashan boqol oo qoyska lagu qaybiyay kaarkoodi waa ku jiray reer miyi dad badan oo dan yare baa ku jiray saddexda xaafadood baa lagu qaybiyay si wanaagsan bay u qaataan raashinkoodi in la isu haneeyo oo ka aan waxba haysan uu ka waxyaasiyo ayaa dhaqan inoo ahaan jirin laakiin dhaqan inoo ma ahaan jirin ninkii kaarka haystay inuu maalin walba TV ga istaago taagnaado oo cid aan eed lahayn uu eedeeyo cid aan eed lahayn uu eedeeyo gudoomiye rabaax oo TV gu weydiyay qorshaha xukuumadu u sameeyay dadka xooluhu ka baxeen ayaa waxa uu ku jawaabay ma dafiri karo horta day abaartii inay dhibaato badan inaga tagtay waad ugu celcelinaysaa halka Soomaad kara inay dhibaato badan oo dad badan ay magaalooyinka soo galeen tuulooyinka soo galeen waa wax jira laakiin wax qorsho oo anagu aanu hayna oo xukuumad ahaan lagu hawlgeliyay ma jirto ma been baan dadka u sheegay ma sheegay beente meelan waxba ku hayn inuu oran waayaan uu halkan ama bulhunguri inoo sameeyo ama kii dhabta ahaaye xaq uu lahaa ha ahaade de ma oranayo halka soo dega maxamed xuseen ismaaciil iyo cabdiwasac maxamed jaamac aerial tv burco